يلا السلام عليكم شباب، وتحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد ويا سيمون. ما مشترك اشترك، ويا ريت لايك للفيديو حتى يوصل لك اي شيء جديد. طبعا اليوم سوى بيا دقة هذا مو طبيعية. اجيت اني حبسته، يعني كان مفتوح يفتر بالبيت، حبسته اوكي ورا شوية وشوفه مفتوح. انا ذبيتها براسي راس الجهال، قلت يا بتو فتحته زين، يا بالجهال تبكي وهذا يقول اني ما عليه وهذا ما عليه. المهم رجعته ورا شويه وهم لقاه مفتوح يفتر زين، والباب مسدوده، يعني انه مفتوح القفل مالتها زين وهو برا. عموما خلينا نشوفكم هسه. هو على هاي السالفه انه هو هنا ما يخلي احد يلزمه، يعني من يريد يطب له القفص بس تجي طق له اصبع هو يركض للقفص. اوكي انتهينا باور. انتبه هسه هاي الباب، هاي تنزل هاي تنزل، وهاي هيج تحطها، وهاي هيج تحطها، وهاي شوفوها هاي هاي مثل القفل العود. طبعا الملاعيب ما تفلشها ضاوع. انتبه 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 انتبه، شوفوها هاي دقمناها. انتبه 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 عليه. هو اللي يشوفني ماكو، يلا يجي بقى شلون بده يفتحها. انتبه 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 انتبه، طبعا قوية كلش هي من تشلب. دايحاول دايحاول خلي تعب تعب. يفتح وحدة وبعدين يرجع الأخ. فتح وحدة فتحها بقى. فتح وحدة تنتبهون، فتح الأخ طقها طقها. شوف 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 شفتك شفتك، ووثقت عليك تصوير بعد ما تقدر تنكر تقول مو اني زين، وتذبها براس العالم تقول هم طلعوني يا كلاوتشي. اقطع وارجع. هاي الهوسه كلها على مود الباب لان قفلتها، سويت فيها حركه هاي، يعني وحده برا وحده جوا زين، ما قدر يفتحن. طق هو القفل باوع، هذا القفل طقه هو زين، بس هذني حلوشت سويتهن الاذانات، قام ما يقدر يفتحها. خلينا نفتح اللي هي خطيه. هو المشكله بس ينتبه على الايد يعرف شلون يفتحها بعد، بس انا ما راح افتح اللي هي هسه، خليه هو يفتحها. يلا تفتحها. ما يدري ما يدري فتحت اللي هي. انا افتح اللي هي. ارجع ارجع ارجع.
يلا ارجع. شباب نكمل فيديو اليوم، اكو فقره راح نضيفها بالفيديو مال سيمون، يعني حاله حال فقره الدجاج والطيور، فقره الترند مال التعليق. شوف يا التعليقات اللي صاعده نقراهن، يعني اكو تعليقات مرات يقترحون عليك شي نسوي، او تعليقات يطلبون من عندنا شي المتابعين، فاحنا نقراهن ونشوف اللي نقدر نسوي واللي ما نقدر نعتذر. التعليق الاول اللي يقول علاوي جيب كوكتيل وخلينا قفص سيمون القديم. طبعا قفص سيمون القديم اول شيء وديته للميناء هناك بمكان شغله، هسه نصور لكم اياها. خطيه قفصه كان صغير زين. اثنين، انا عداوه ويا الكوكتيل ويا الغندور ويا كل الطيور اللي بيها اصوات. ليش؟ لان هاي الطيور شلون اقول لك تسوي لي مشاكل ويا البلابل. دائما انا عندي انتاج بلابل بالبيت، افراخ او هيك شيء، فذني راسا يلكفن الصوت مال الكوكتيل وجماعته، فلذلك ابتعد دائما عن الطيور المغرده. بالنسبة انه اجيب ببغاء ثاني، انا مفكر بهذا الموضوع ومفكر اكثر شيء عاجبني اليلو ناب، اريد اجيب لي واحد يعني فشي يسوى تجنيه. هذا ما عوف السيمون، بس اجيب ذاك وياها مين. طبعا لقيت الاورنج وينج من فصيلة الامازونيات بس ما يخدم، يعني من شيكت الموضوع مالته طبعا طلع من ببغاء من الفئة الخامسة الذكاء مالته، يعني لا يتروض ولا يحكي، صعب كلش. صحيح شكله لطيف والوانه وحلوة وترتيباته، بس ما يخدمنا يعني هسه مو مثل هذا. هذا ما شاء الله شفتوا انه التأقلم مالته شقد سريع ويانا رأسا، يعني هسه عنده مجموعة اصوات، صوت من يكون فرحان، صوت من يكون مخلص اكل او مي، صوت من يكون خايف. طبعا خليت الملتي فيتامين بالمي ما شربه الكلاوتشي لان الطعم تغير هسه، يعني فشي كلش حلو، يعني سهل الترويض كلش وسريع دا يتعلم علينا. هاك تعال تعال منا 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 منا، تعال 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 تعال، يريد يجي بس ما يعرف شلون يجي. تعال تعال، دائما اذا عندك ببغاء بالبيت من تريد تعطي شيء احكي وياه، يعني تعال، لان هاي الكلمه راح يربطها بهذا الاكل، فمن راح يريد هذا الاكل راح يحاول ينطي هاي الكلمه اللي سمعها من عندك. دائما يعني خلي هاي قاعده ثابته عندك. عموما نشوف التعليق الاخ، علاوي جيب الديش الاليف مالتك خليه يما خلينا نشوف ردة فعله. يخاف يعني ما اعرف شنو الموضوع مالته ويا الدجاج، عنده خوف مو طبيعي ما اعرف ليش، فخطيه. التعليق الاخر، علاوي عوف الببغاء يريد السلسلة من الالف للياء. بصراحة اذا تجي على السالفة طبعا وقع اللباية، شوف الالعاب سوى بيها بابا فلشت فلش. المعلومات مو ديك المعلومات الكافيه وكلش قويه على الببغاء، فاني حالي حالكم هم دا اتعلم عليه، يعني دا اجرب شغلات وياه ودا نتعلم بشويه شويه وياه. تعليق الاخر يقول علاوي خلي كرتونه بالقاعه على مود من نشيل الجو تبقى نظيفه ولا جريده لانه يشققها. لا هو هذا بجراره، هذا بجراره تنسحب الجرارة ينغسل ويرجع، موضوع يعني نظامي وفشي حلو ومرتب. تعليق الآخر، سوي فيديو عن المينا لأن اشتريت طائر المينا وأحب أتعلم كل شيء، فيديو سيمون وفيديو مينا. باعي خل أقول لك شغلة على المينا أو الببغاوات، هاي الطيور ذكائها متفاوت يعني من طير إلى طير. يعني هسه مثلا هذا الببغاء اللي قدامكم مو كل الفصيلة مالته نفس المستوى مالته، يعني مو كلهم نفس الذكاء او كلهم مثله او كلهم، يعني شلون اقول لك، يجوز اكو اذكى من عنده ويجوز اكو اقل من عنده، يعني مو كلهن نظام واحد او كلهن شكل. شلون البشر؟ هسه البشر مش شابه بتصرفاته وبسوالفه وبعاداته، لا هذني نفس السيستم نفس النظام، مو كلهن ترى مش شابهات. هسه هو تشلب بالقشر وقع اللباية زين وتشلب بالقشر. هاك تعال 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 زين، فذني مو كلهن
نفس الشيء يعني، ترى هاي يمكن اكل بايه، اي هاي البايه خلي يكملها. مو كلهن نفس النظام، المينا هم نفس الحاله طبعا، حتى على الكلام مالتهن، الكلام مالته هم تختلف النقاوه من واحد الى واحد، يعني اكو بهن كلامه مفهوم واكو بهن كلامه ما مفهوم، يطلع كلامه خشن مجرد انه هيك يعني تفتهم من عنده شيء بسيط، واكو بي لا يطلع بلسان واضح كلش. لذلك انه ماكو يعني فشي متشابه، خصوصا نجي على المينا. المينا هسه اكو عالم يقول لك يا بالاسعار مالتها مختلفه بالسوق، تبدي من 20,000 الى 150 الى 200 وحتى ب 400,000 توصل. ذاك اليوم عرضه وحده وصلت 400,000، هاي ام ال 400,000 سبحان الله، ذكاء مال طفل يعني، تباوع عليها، النطق مالتها كلش واضح، عندها مستوى من الفهم يعني، سؤال وجواب تو وياها، مو تردد بس يعني، فشي كلش راقي. مع العلم هي ناعمه تباوع عليها يعني، الخشونه ما لها اي دور. لذلك المينا مو كلهن يحكي، اللي انصحكم يعني اللي يريد يشتري مينا خلي ياخذها على الحكي، لا ياخذها ساكته، خصوصا المينا لان هواي بها ساكته تطلع يعني، مو كلهن يحكي. عموما هسه اصور لكم اللي عندي بالبيت، اللي هناك عندي بالشغل بيها شوية، انا بصراحة تاركها ما مو كلش متفرغ لها، بيها تقريبا 4 إلى 5 كلمات مو هواية. اوكي تعال تعال تعال، طبعا هذا ما لازمه نهائيا عدا لما قصيت جناحه فقط. هسه من اريد افتح له الباب مال القفص افتح له اياه هو يطلع، ومن اريد اطبه بس اشيل ايدي لي فوق هو يطب لي القفص. هو استحار لان الصاله هسه حاره، لان مطفي قلت لكم حتى البنك اطفيها انا من اطلعه، على الرغم انه هو ما يطير. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا بفيديو جديد مع القرقطه مالته، تحياتنا لكم.